و 3 دقائق بالضبط على نجمة فيم. مازلنا مكملين معاكم في مشوارنا ان شاء الله حتى يشل النص نهار. ما تنسيوش السونداج اللي موجود على الباج فيسبوك متاعنا نجمة فيم، يا ترى هل ترى انه الزيارة متاع اردوغان جات في وقتها لتونس وإلا ليش؟ نيا رايكم انتوما في الزيارة هذية للبلاد بعد ردود الافعال اللي صارت البارحة بيان سور، بعد الخطاب، بعد اللي صار هذاك الكل. دونك نجمو تجاوبونا على السونداج، نجمو تخلونا ميساج بريفي، نجمو زادا تعطيونا أراكم في الكومنتير على الباج فيسبوك تحت الستريمينج لايف وإلا تحت الببليكاسيون تاع زوم 73. باش نمشيو من سيدي الهيني البلدية القلعة الصغيرة. القلعة الصغرى اليوم تحذر، منيش تحذر بلدية القلعة الصغرى بلاغ اليوم نقاو في جريدة الشروق من وجود مالكي العقارات والوسطاء اللي يتعمدوا استغلال وثائق غير رسمية باش يبيعوها، يبيعوا عقارات، يبيعوا أراضي في وسط القلعة الصغيرة، معناها كعملية تحير. هذه تحير دونك بلدية القلعة الصغيرة تحذر المواطنين المقبلين على شراء العقارات ولا على المقبلين على شراء الأراضي هذه من أنهم يتعرضوا لعملية تحايل، يعرفوا من عند شكون ياخذوا، يعرفوا يتأكدوا من الأوراق نتاعهم. حبينا ناخذوا أكثر تفاصيل معنا سيدة سميحة بوراوي رئيسة بلدية القلعة الصغرى معنا بالتليفون. صباح الخير. صباح النور مدام. مرحبا بك مدام سميحة، أهلا وسهلا بك معنا على موجة إذاعة نجمة فم. مرحبا بك مدام. يعشك بلاغ اليوم في الشروق كما قلنا بلدية القلعة الصغرى تحذر من عملية تحايل اللي نجموا يتعرضوا لها المواطنين اليوم في عملية شراء العقارات وإلا الأراضي. صحيح البلاغ هذا أصدرته البلدية بعد يعني تعدد حالات مواطنين يتعرضوا يعني يقوموا بعملية شراء لأراضي تطلع في حوزة الطريق العام وإلا تطلع منطقة خضراء، وهو مسكين معناه المواطن يجي يبدأ يبكي يتشكى. دونك والقانون تعرف هنا لا يحمي المغفلين على غالب. دونك اللي حصل لشري أرض وطلعت له طريق معناه يخسرها. دونك احنا حماية للمواطن وحرصا على مصلحته ما يكلفش حاجة ان نطلعوا بلاغ لتحذيره من انه يلزمه يتأكد قبل الشراء يجي لسيرفيس تكنيك في البلدية يتأكد من طبيعة الارض يعني صبغتها، يلندرا فلاحية، يلندرا صالحة للبناء ولا ساعات تبدأ منطقة خضراء زون فيغت، ومعناها ودغنيير ما يعني تم شكون باع زون فيغت على انها يعني منطقة صالحة للبناء. كيفاش ينجم يبيع منطقة خضراء؟ والله المواطن ما يعرفش. اي لا نحكي على المتحايلين، المجموعة نتاع المتحايلين هذوما ارض ماهيش مقسمة. دونك ما فيهاش تقسيم مصادق عليه من دونك هذاك علاش ينجم يبيعها ويتعرض نوعا ما لعملية استغلال وتحيل المواطن. واحنا اللي شنو اللي معناها خلينا نطلع البلاغ هذايا هو انه الشراءات من نوع هذايا هي عامل من عوامل انتشار البناء الفوضوي. دونك برشا ناس اللي يجيو معناها هو صحيح حط فلوسه في ارض لازم يبني وقتها فوالا مواطن يشرب الماء والضوء. احنا هاو كيفاش ليكا معناها تكاثرت عنا انه ناس تجي تطلب تراخيص الماء والضوء ويتضح انها بانيه في الطريق العام. معناها الانسان معناها تقعد بين القانون والانساني. هنا البلديه تلقى روحها يعني لا تنجم تقدم في اطار انك تعطيك حق دستوري الماء والضوء وانه القانون يمنعك بما انه في الطريق العام. المواطن يقعد محروم طول عمره من الماء والضوء. علاش؟ خاطره ما استشارش السيرفيس تكنيك يجي يشري واستسهل انه الارض هذيك مثلا رخيصه بسوم يعني فما اراضي حتى ب 40 وب 50 في اماكن وتطلع على غالب تطلع على طريق عام يعني مدام سميحه الناس كبيرة. اللي تقوم بالعمليات هذه عمليه التحايل هم وسطاء نتصور اكيد وسطاء والا ساعات حتى مواطن من المواطن الاخر معناه يشري من عنده يتعرض لعمليه هذه فهمت عن قصد وعن غير قصد الله أعلم هذيكية معناه ما ندخلوش في النوايا. أما الإنسان ما فيها بس يحذر المواطن أنه يجي يسأل قبل ما يتعرض للعملية هذية. واضح الانفورماسيون كل موجودين في البلدية ينجم يمشي يتصل بالسيرفيس ما فهمش منها العملية بيان سيو سيرفيس تكنيك على ذمتهم اللي باش يشري قطعة أرض كبيرة ولا صغيرة ولا داخل منطقة البلدية يلزم من الأفضل أنه يسأل حماية له من تعرف الوسطاء بصفة عامة الهدف نتاعهم ربحي يكون ما يهموش دونك آخر ما اهتماماته دونك مصلحة المواطن. دونك بينما البلدية مصلحة المواطن هي
هي الأولوية بالنسبة لنا. واضح. دونك احنا اليوم بلاغ عادي جست ما هو معمول موجود يعني عادي نورمالمون في الجمهورية التونسية كل مواطن يسأل. احنا دونك مزيدا اللي باش نطيقوا المواطن باش يسأل أكثر من قبل. ومن هون يزيد من نجمة فهم المواطنين اللي يسمعوا فينا في القلعة الصغيرة تحريوا على الأرض اللي باش تاخذوها قبل، أعرفوا من عند شكون تمشي وتشريوا ولا. اي سورتو توجهوا للبلدية باش تاخذوا لي زانفورماسيون الكل. مشكورة برشا مدام سميحة بوراو، يعطيك صحة على المداخلة هذية، شكرا ليك وتحية لأهالي القلعة الصغرى. التحايل ولا في البلايص الكل، هجمنا في كل شيء. اليوم نحكيوا على ماكلة، نحكيوا على أراضي، نحكيوا على بيع وشراء، نحكيوا على صحة، نحكيوا على كل شيء، كل دومين فيه تنجم تصير فيه عملية تحايل. تحايل في مجال العقارات والبناء ماهوش جديد، راه موجود من قبل وديما فما ناس كما قالت هي القانون لا يحمي المغفلين، ولكن للأسف تلقى برشا عباد ساعات يعطيو الثقة ولا كما قالت تلقاو ما أرخص دونك يمشي وياخذوا. توا مع حسب رأيي في البلديات معناتها مع تحديد المجال الجغرافي وكل، دونك من المستحسن اللي باش يشري قطعة أرض ولا أي بناء آخر، خاطر الفلوس زادا ماهيش شوية يعلم به ربي العبد كيف يلم شويه فلوس باش ياخذ تراب ولا باش ياخذ دار. دونك اللي يلم شويه فلوس وينجم يشري يمشي للمصالح المختصه باش يعرف ما يحطش فلوسه في حاجه من بعد لا قدر لا تطلع ماهيش معناتها ماهيش صالحه للبناء ما ينجمش ياخذ رخصته ولا غيره. هو ينجم حتى خاطر توا حسب ما فهمت راهو ينجموا مالكي الاراضي يبيعوها، معناتها مش واحد يجي يبيع ارض مش نتاعو، معناتها حسب ما قالت اي ابار التحايل انه فما وسيط حتى كي باش نمشي نشري من عندك وانت مالك ارض نثبت ساعه ما تجيش هنا زاد ريم. انا راهو نجم نبدا عندي ارض وما في باليش بالي باش تعدى فيها طريق مبيحه، اذا حتى البلديه مطالبه باش انها تعلم المالكين تقول له راهو ارضك باش تعدى منها معناتها ثنية. ثم اللي معناتها يخاف ربي يقول لك كي يقع اعلامه يقول ما نبيعهاش، وثم اللي يجيه المعلومه من بعيد يولي يسرع باش يبيعها يقول لك اخويا تو هو معناتها تحل في كرمته هو خير ما تحل في كرمتي انا. حاجه اخرى في مساله المسح العقاري ما فيها باس انه اذا نوحدوا المعلومه ونخليوها اكسيسيبل للمواطن، بمعنى اذا عندنا مرجع نجموا يدخلوا المواطن يدخل على اي بلديه ويعرف انا هي الاراضي اللي ممكن البناء فيها وانا هي الاراضي ليه، راه يسهل برشا على المواطن، غير ما يقعد يدي بلاسي مثلا نجم نعمل ترانزاكسيون. انا مثلا اكزامبل معناتها انا من الحمامات نحب نشري في القلعه، مانيش باش نقعد نمشي حتى البلديه ومشي وجاي وكذا. اذا تبدا المعلومه محينه عندي انا في المسح العقاري في معناتها على كامل تراب الجمهوريه في بالي تنحي برشا العمليات هذيا نتاع التحيل للغير. شنو رايكم في زيارة رئيس التركي رجب طيب أردوغان اللي كانت البارح موجودة في تونس؟ هل جات في وقتها؟ جات في غير وقتها؟ عطونا تعليقكم وعطونا زادة أجوبتكم على السونداج بتاعنا اللي موجود على الباش فيسبوك نجمة فهم. 10:12 باش نمشيو للموزيكا وراجعين معكم من جديد.